من أهم النقط المدرجة في جدول الأعمال ما يتعلق بالقرار الجبائي الخاص بالقاعات الرياضية التابعة لجماعة فاس، منها القاعات المغطاة وملاعب القرب. فيما سبق كانت هذه الملاعب تتبر بشكل معين وبطرق غير يعني مدبرة تدبيرا مسؤولا. حرصنا في المجلس وفي المكتب على وجه الخصوص على أن نضع من أولويات أبناء مدينة فاس الاستفادة من ممارسة الرياضة بشكل يتيح للجميع هذه الفرصة وبأثمنة زهيدة جدا ورمزية جدا في الوقت الذي كان يضطر فيه أبناؤنا عندما يريدون ممارسة الرياضة أن يؤدوا مثلا 100 درهم ليمارس الرياضة، وهو حق مشروع خاصة لفئة الشباب التي نحن دائما ندعمهم ونرحب بأفكارهم ونسأل دائما على أن تتوفر لهم فرص العيش الكريم. فهم أبناؤنا، أبناء مدينة فاس التي قدمت الكثير من التضحيات منذ القدم إلى يومنا هذا. إذن كان لدينا قرار شجاع، هو أن نضع القرار الجبائي لنقطع على كل التدابير غير المسؤولة والتي كانت تشتغل في الفوضى والعشوائية، مما كان يسيء إلى الكثير من الحقوق المشروعة على مستوى الرياضي لأبناء مدينة فاس. فمن النقط المدرجة المهمة والتي أنا غاية السرور سررت بها لأن دفعت عنها بإصرار في كل عقد اجتماع كنت أثير، لا بد من وضع قرار جبائي يلائم ونبعد أبناءنا عن كل ما يمكن أن يستغلهم ماديا. فوضعنا في هذه القرارات الجبائية أثمنة رمزية جدا، كما قلت في الوقت الذي كان لأي شخص يؤدي 100 درهم مثلا الآن لا تبلغ درهم أو درهمين أو 3 دراهم، على أساس أن تكون الجماعة هي التي تشرف على هذه العملية. أولا بوضع يافطة في مدخل كل ملعب تقرر فيه القرار الجبائي والأثمنة، هذا من جهة. من جهة أخرى سيهتم أحد الموظفين أو الأشخاص التابعين لجماعة فاس من أن يكون هو مسؤول على قطع الأوراق وبإيصالات، وأكثر من ذلك سنعلن ذلك على المنصات المرقمنة والإلكترونية ليتبع الجميع البرنامج والساعات والأثمنة. وهنا نكون قد فعلا يعني دخلنا في ما يسمى بترشيد النفقات في نفس الوقت والحفاظ على المال العام، يعني هذه المصطلحات تروج كثيرا. إذن كل من كان ضد هذه القرارات الجبائية التي هي أولا وقبل كل شيء يعني تحدد مبالغ رمزية وتجعل يعني لاستعمال القاعات الرياضية بشكل معقلا ومتاح للجميع وبساعات معينة، أيضا أتاحت للجهات التي يمكن تكون شريكة معنا في التدبير أن الجمعيات والجهات خاصة الجمعيات الرياضية أن تؤدي كما كيقولوا أن تؤدي يعني واحد انخراط سنوي إذا ما أردنا أن نحتسبه حسب العدد الساعات بالمقارنة مع الساعة، فسيكون الفريق بأكمله يؤدي 30 درهم، فهذه مبالغ زهيدة رمزية ولكن ستعين الجماعة على أن تكون مداخلها من هذا الجانب يعني بشكل يريح الجميع.